السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تراجعت الثروة الشخصية لمارك زوكربيرغ اليوم الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك بنحو 7 مليارات دولار أمريكي في غضون ساعات قليلة بسبب انقطاع خدمات فيسبوك وواتساب وانستغرام، لتعود بعد حوالي 6 ساعات من الانقطاع التام. وقدمت الشركة اعتذارها لجميع المستخدمين لهذه التطبيقات. ويعود سبب تعطل الفيسبوك حسب التقارير الأولية إلى مشكلة أصابت خوادم الشركة التي توقفت بشكل كامل، ومن المرجح أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن السبب الذي أدى إلى هذا العطل المفاجئ، وما إن كانت المشكلة من داخل الشركة أم بسبب مؤثر خارجي. من جانبها استبعدت فيسبوك الهجوم الإلكتروني وراء توقف خدماته مع واتساب وانستغرام.